الشيخ صالح أيضا من الأسئلة التي وردتنا، يقول هذا السائل: عبد الله، هل يجوز لشخص أن يبخس سلعة آخر ويشوه هذه البضاعة ويشوه السمعة، لأنه مجرد رفضه أن يبيعه تلك السلعة قام بتشويه البضاعة وهذه الماشية؟ لا يجوز الاعتداء على حقوق الناس وإيذاء الناس، ولا يجوز إفساد أموالهم أو تشويها أو إحداث العيوب فيها، هذا حرام وتعد عليهم، وفيه إثم عظيم وفيه ظلم للناس، فالناس أحرار في أموالهم في حدود الشرع، فإذا أنه منعك من بيعها أو من له الحق في ذلك، فلا تنتقم منه في سبب هذا، حق له. نعم.